السعودية، أرض الجمال والثقافة والعراقة. أرض الضيافة المستمرة، جيل بعد جيل. أرضها من أرض الخير، تجاربها وفيرة بأصالتها وحداثتها. وجهات جديدة لم تكتشف بعد. كل شيء يبدأ بحلم وطموح. النشاطات داخل المملكة العربية السعودية هناك قفزات فلكية بلا شك سوف يستمر. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. حالمين ومحققين. وجهتنا للعالم، ومن العالم هي كتاب وعنوان وحياة. حياكم الله. تجارب عديدة وأكثر بكثير. هنا مكان التقائنا بالعالم، وهنا بنكون وجهة للعالم، وهذه وجهة العالم الجديدة. جرب أشياء جديدة وشوف أشياء جديدة. مستعدين للسعودية؟ هنا الأصالة والتجديد. مستعدين لزيارة بحرنا الأحمر؟ حنا بكم ولكم مستعدين.